ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بكم دكتور قحطان معنا. حياك الله أخي العزيز وحيا القناة والمشاهدين الكرام. وحياك. إذن دكتور، أنباء عن تقديم سياسيين طلبا إلى مفوضية الانتخابات لإنشاء إقليم في محافظة نينوى بعد دعوات طبعا لإنشاء إقليم البصرة. كيف تنظر دكتور قحطان إلى تلك الدعوات التي تخرج من حين إلى آخر؟ للأسف الشديد هذه دعوات تدل على انحدار في مفهوم الوطنية وقصور في مفهوم إدارة البلد اللامركزية، سيما وأن هكذا دعوات تنسجم مع فترة أو نمو وتصاعد الحزب المذهبي والطائفي في مناطق بعينها، بالتأكيد إلى ما ذهبنا إليه مسبقا وأكدنا وحذرنا منه، وهو المساعي إلى تقسيم العراق على أسس طائفية ومذهبية تتقاطع فيما بينها. لذلك نحن كعراقيين كمتابعين كمحللين نرى أن هذه الإجراءات هي عبارة عن انحدار إلى حيث يرغب أعداء العراق أكثر من المبررات التي يسوقها البعض بأنها جزء من إدارة ذاتية لمناطق بعينها، أو أنها كأنما كما يقال أن أبناء مكة أدرى بشهادها. لا، الأمر يقتضي تماما هو تأكيد إلى تقسيم العراق ولا تجزئته، وهي جزء من الرغبة الإيرانية الأمريكية الصهيونية، وهنا أنا أحذر الداعين إليها لئلا تشكك في وطنيتهم وفي مصداقيتهم. يعني ما الهدف من تلك الدعوات في هذا التوقيت؟ هل له مغزى في ظل الصراع السياسي الآن على المناصب؟ أولا هو فشل كامل للقوى السياسية التي عملت العملية السياسية، هي غير قادرة على أن تذوب نفسها بأطراف الجامعة على العراق، هذا واحد. اثنين، هي غير قادرة على عملية إعطاء صورة حقيقية لتلك المناطق لاحتياجاتها وفعاليتها في اهتمامات الجهات المركزية للعراق أي في بغداد. الشيء هذا أهم هذا ذاك هو انحدار كما قلنا إلى رغبة دون أن يعون حقيقة أمرهم إلى رغبة تماشى مع الهدف الأساسي لاحتلال الأمريكي العراق وهو تقسيم العراق. لذلك منذ أن بدأ العملية السياسية العرجاء النشاز كانت الفيدرالية أساسا لها، وأن الفيدرالية قد أشير إلى أن هناك فيدرالية مفتوحة الدالات، لذلك الآن لجأوا إلى تطبيقها باتجاهات المذهبية والطائفية. إذا في رأينا الأخ العزيز هي استثمار لحالة الفوضى التي دفعت إليها، وهي قصور في قيام هؤلاء الذين يمثلون تلك المناطق عن قدرة على عمل إيجابي باسم حس وطني، وهو أيضا الخطر من ذاك ومن هذا هي عملية انحدار إلى حيث فكر أعداء العراق من الأمريكان والصهاينة والإيرانيين. لذلك للأسف الشديد أن تطرح من أناس يدعون للحدباء صلة أو يدعون بالضغط البيعاء صلة وهم يذهبون إلى تجزئتها بهذه الآلية وهذا الوقت بالتحديد. ولكن دكتور قحطان، بعيدا عن تلك الأهداف، ألا تعتقد أنه من المنطقي أن نبحث عن أسباب تلك الدعوات؟ ما الأسباب برأيك التي تدفع البعض للمطالبة بأقاليم مستقلة؟ بالتأكيد الأسباب التي تشق إليها أن هناك تغيير في حكومة بغداد تجاه تلك المناطق، وهي حقيقة العراق جميعه يشهد قصور من أعلى منطقة شمالية الآن إلى الجنوب، وحتى بغداد تعاني الأمرين من كل اشكال الخدمات لكل الخدمات. ولكن المشكله الكبرى ان هؤلاء يدعون باسم تلك المناطق الى الفدراليه هم جزء من الخطا في اداره البصره، اداره الموصل جزء من الخطا القائم في العراق من 2003. اذا هم ان دروا امر بيدروا وكانهم دفعوا بهذه المشاكل الى هذه الحاله لكي يردوا الامر منطقيا. نحن نقول لهم لماذا اشتركتم انتم في عمليه خاطئه واسستم الى هذه العمليه الخاطئه، وبالتالي اصطدمتم بخط سد عالي لا يوفر مطالبكم؟ واحد. اثنين، لماذا لا تذهبوا الى العمق الداخلي او العمق العراقي لهذه المحافظات
وتفرضوا ذاتكم ولا تذهبوا إلى الأقلام الصغيرة التي بكل حالات تدل على أن هناك تقسيمات. الشيء هذا وذاك أن الإدارات المحلية هي تكملة للفساد الإداري في بغداد، وبالتالي البصرة والموصل لا يختلفان من حيث الفساد ودلالات الفساد وشخوص الفساد من مناطق بغداد. إذا نحن أقرب إلى الضحك على الذقون، وكأنما خلاص هذه المناطق بآراء شكلية أو بإجراءات شكلية. المشكلة أن تكون الإجراءات الشكلية بيد أناس كانوا سبباً في الفساد وسبباً في تردي الحالة في كل مكان. إذا نحن لسنا في حالة صدد، حل قضية بقدر ما حد استئثار لمبلغ مالي قصصي محاصصاتي وتقسيم مذهبي طائفي، وبالتالي سنذهب إلى لاحقاً إلى أقليم الزبير، لأن الزبير يختلف عن منطقة الجزائر ومنطقة منطقة البصرة الأخرى. نذهب إلى أن مناطق جنوب الموصل تختلف عن مناطق ترسخانة وأمثالها. إذا نحن نذهب إلى فدرالية مضاعفة لاحقاً، وبالتالي نقسم العراق إلى إرباً إرباً. إذا في خلاصة القول، فكرة الأقاليم رسخها الاحتلال في دستوره الذي فرضه على العراق ومشروع بايدن، من يفرضه الآن وما مصلحته في ذلك؟ المشكلة الأساسية أن المصلحة هي أن هؤلاء لم يكونوا أصلاً مؤهلين بأن يذهبوا إلى أو يصلوا إلى هذه المناصب التي يجهلوها الآن، والآن هم في حالة حرج. لا يمكن أن يبدو وكأنهم حريصين على المحافظة البصرة أو محافظة الموصل إلا بمغالطة ضعاف النفوس بأن الانفصال أو أن الفدرالية ستكون ملاذا يامنا وخلاصا للمنطقة. الجواب ليس هذا بالمرة. شيء آخر، بايدن وفكرة الشرق الأوسط الجديد التقسيمية للمنطقة هي ما قائمة منذ 2003. نعم، الاحتلال الذي كان سبب أساسي لهذه الأمور، ثم الدستور الذي شكل أو وضع عملية الفدرالية بحالة مفتوحة دون ضوابط منطقية كإدارية مثلا، هذا كله يجعلنا الآن نقول أن العملية السياسية ورموزها قد تكيفوا مع بايدن وتكيفوا مع منظومة التقسيم الشرق الأوسط في أكثر من خلاص المناطق المعنية لهم. شكرا جزيلا لك من بغداد، أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاج.